والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد، تقدمها لنا الزميلة شروق أماد الدين. إليك شروق. شكرا لكم هبة وفاطمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي ومجلس الوزراء وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقال التموين بكافة محافظات الجمهورية. وأشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حتى أبريل المقبل. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة، تناول العدد الجديد موضوع التكتلات الاقتصادية، وتضمن مجموعة من المقالات والتحليلات التي أشارت إلى الفرص القائمة لمصر ووجودها الإفريقي، كما أشارت التحليلات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة. قال وزير التنمية المحلية هشام أمناء إن المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشينغتو الصينية يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في إطلاق أعمال المنتدى الذي يشارك فيه عدد من كبار القيادات السياسية الصينية ووزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم. شاركت مصر في المؤتمر الاقتصادي الوطني لأول لدولة جنوب السودان بالعاصمة جوبا كضيف شرف للمؤتمر بحضور لفيف من الوزراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية. وأكدت مصر في كلمتها بالمؤتمر التي ألقاها وزير المالية حرص القاهرة على تقديم الدعم لجنوب السودان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطلعها كذلك إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1. ووفق البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من كينيا 307.9 مليون دولار خلال عام 2022. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 18910 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 9
42 من 100% ليغلق عند مستوى 3830 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 67 من 100% ليغلق عند مستوى 3603 نقاط. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات بأن يبقي المنتجون الرئيسيون على القيود التي يفرضونها على الإمدادات، فضلا عن تزايد الأمال بأن يترك المجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تباطؤ لتغيير تجنب الاقتصاد. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 88.58 من 100 دولار للبرميل بنسبة تصل إلى 14%. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 8% لتصل إلى 85.48 من 100 دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 11% لتصل إلى 3.1 دولار للتر. هذا منخفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9% لتسجل 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بمحادثات وصفتها بالمثيرة والجوهرية مع كبار المسؤولين في بكين، وذلك في ختام زيارتها إلى الصين. تأتي زيارة جورجيفا إلى الصين ضمن جولة أسيوية تشمل جاكرتا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا قبل انتقالها إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، إضافة للاتحاد الأوروبي. Below global growth that has never happened before. And looking into next year. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكم فاطمة وهبة. أشكرك شروق.